السلام عليكم، اهلا بيكم في هلا فود. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض فطاير ميني بيتزا التحفه اللي حضرتك شايفاها معايا دي. من مقدار بسيط جدا من الدقيق هيديني كميه وفيره من الميني بيتزا. هعمل معاكي النهارده مقدار 2 كوبايات وربع من الدقيق، هيبقى معايا في حدود 19 قطعه من الميني بيتزا، بتنفعني في اعياد الميلاد وكسناكس ما بين الوجبات للاطفال، وممكن ادالهم كمان في اللانش بوكس. ممكن ان انا اعمل الكميه كلها وبعد ما تستوي وتتخبز ببدا افرزها، بعد ما بترد تماما بفرزها في الفريزر في اكياس ثلاجه، وبعد كده بسحبها للاولاد عند نزولهم للمدرسة. يعني حاجة موفرة وجميلة جدا. تابعي معايا بس ياريت تقوليلي شوفيني من اي بلد، وكمان تقوليلي لو عجبك الفيديو بتاعي سيبيلي كومنت لطيف وتعمليلي لايك وشير علشان الكل يستفيد. لو مكنتيش مشتركة معايا في القناة نورني فيها واضغطي على زر الجرس للكل عشان تفعليه ويوصلك مني كل جديد اول باول. يلا بينا مع بعض على المقادير وطريقة التحضير. بسم الله الرحمن الرحيم. مقادير ميني بيتزا بتاعتنا او فطاير الميني بيتزا سهله وبسيطه، وان شاء الله هتكون متوفره عندك في البيت، وبتبقى لطيفه جدا للولاد سواء كانت حفلات عيد ميلاد او نستخدمها كسناكس ما بين الوجبات، او حتى ممكن ندالهم في اللانش بوكس، وبتبقى لطيفه جدا جدا ومغذيه جدا، خاصه انا عاملاها بايديا وضامنه نظافتها وضامنه جودتها. واحنا عارفين طبعا الاسعار دلوقتي اختلفت تماما. معايا 2 كوبايات وربع المعياريه من دي جميع الاغراض، وعليها هنزل عليها نص معلقة صغيرة من الخميرة الفورية مع نص معلقة صغيرة من السكر، هنزل بيهم كده بالشكل ده. واحنا عارفين طبعا الخميرة بتتغذى على السكر او حتى العسل، على اي حاجة سكرية سواء كان سكر او عسل، تمام، سواء كان عسل نحل او شربات الكنافة. هبدأ انزل كمان بربع معلقة من الملح وربع معلقة من البيكنج باودر على الدقيق. احنا عارفين احنا في فصل الشتاء، عشان كده حبيت الخميره الجافه بتاعتي اقومها بالبيكنج باودر، وربع معلقه الملح برضو احطها على جنب تاني خالص بعيد عن الخميره الفوريه، لان لو الملح جه على الخميره الفوريه بيوقف نشاطها، تمام. ومعايا كميه من الميه الدافيه علشان تبدا الخميره تنشط كده وتتفاعل معايا. بسم الله الرحيم. هنزل كده في النص، بياخد من الدقيق مع الخميرة مع السكر. لو نلاحظ الفقاعات دي اللي ظهرت عندي، يا رب تكون باينة عندكم. بسم الله الرحيم. شايفين هو قربتها من الكاميرا، الفقاعات دي دليل على ان الخميرة جيدة جدا وتتفاعل، تمام. علشان كمان انشط الموضوع معايا، باخد معلقة كبيرة من الزبادي او الروب، ده بيبقى تحفة جدا، بيخلي العجينة بتاعتي جميلة جدا وعشة جدا. اخد معلقة وربع كده، معلقة كبيرة وربع من الزبادي او الياغورت، تمام. ومعايا معلقه ونص من الزيت، زيت العباد او زيت الذره، علشان يبقى ملهوش طعم ويكون متقبل في من ناحيه الريحه والطعم، وبيبقى لونه كمان شفاف ما بيبقاش لونه غامق. وهبدا بقى عمليه العجن بتاعتي، واثناء العجن هنزل كمان بحاجه مهمه جدا على العجين، بتعلي معايا الجوده بتاعته، بس مش دلوقتي هنزل بيها. هبدا ان انا اخلط بالشكل ده. بسم الله الرحيم. بسباتولا كده، وهبدا انزل بكميه من الميه الدافيه. طبعا كميه الميه انا مش هقدر احددها لك، لان كل دي بيختلف من ناحيه تشربه للماده استايله، في دي بيشرب وفي دي ما بيشربش. اهم حاجه ان العجين بتاعي يجمع معايا في نص البوله، واسيب جوانب البوله في الوقت ده. مش هنزل ميه، وممكن استعيد عن الميه بحليب، لكن احنا بنعملها بطريقه سريعه واقتصاديه، فانا مش محتاجه ان انا استخدم حليب، تمام. هبدا انزل تاني كميه من الميه، لان لسه العجين بتاعي ما جمعش وساب جوانب البوله. وهنزل في الوقت ده بمعلقه كبيره من الخل، الخل ده بيعتبر محسن طبيعي للعجين بتاعي، بيبقى جميل جدا، بيخلي كمان العجين بتاعي يعيش وقت طويل من غير ما يتاثر ولا ينشف، تمام. هكمل بقى العجن بايديا، وهلم في الاخر بكميه الزيت اللي معايا اللي قلنا عليها عباره عن معلقه ونص من الزيت. انا بالنسبه لي العجين بتاعي اخد معايا في حدود 3/4 كوبايه من الميه الدافيه، علشان احنا في فصل الشتاء، لو فصل الصيف مش هضطر ان انا ادفي الميه. وهبدا بقى، طب انا عرفت ازاي الكميه دي المناسبه، لان خلاص العجين ساب جوانب البوله وجمع معايا في نص البوله، تمام. هبدا بقى انزل، لسه بتلزق بسيط، هنزل عليها بمعلقه ونص من الزيت، وهلم العجين بتاعي بالكميه دي. لما بتنعم العجينه بتاعتي ببدا ان انا اغطيها واسيبها ترتاح وتخمر ويتضاعف حجمها،
وهنرجع ان شاء الله مع بعض بعد ما تختمر ويتضاعف حجمها ونشوف شكلها النهائي بعد الاختمار علشان ابدا ان انا اقسطها واقسمها واعملها فطاير ميني بيتزا. ده انا عاملها كويس جدا وبعدين ببدا ان انا اغطيها عشان تختمر. بعد العجين بتاعي ما اختمر وتضاعف حجمه ببدا ان انا اختبره وبنزل صباعي كده في العجين فبلاقيه ان هو غاص لجوه يبقى خلاص زي الفل اختمر وتضاعف حجمه. هبدا بقى ان اقطع العجين بتاعي قطع صغيره في حدود يعني ما بين 25 جرام ل 30 جرام يعني في حجم البيضه الصغيره او الاستفنديه الصغيره او الليمونه المتوسطه. وهبدا اخد الصينيه بتاعتي وهرشها رشه دقيق وهبدا ان انا انزل بالكور بتاعتي في الصينيه بتاعت الخبز على مسافات وهنشوف مع بعض باذن الله كل حاجه بالتفصيل. بعد ما قسمت العجين ونزلت بيه في الصينيه بتاعتي هبدا اخد اي كوبايه صغيره وهغمسها في شويه دقيق بالشكل ده من القاعده بتاعتها وهبدا انزل بيها كده على قطعه العجين بتاعتي بالشكل ده. وهبدا اخد الشوكه واخرمها وهوسع كده وهكذا نفس الموضوع ده او نفس الطريقه دي هبدا ان انا انزل بنفس الطريقه كده وهكررها في كل القطع اللي معايا. وهبدا برضو بالشوكه هعمل كده في النص بس هشوك في النص بس علشان تبقى منتفخه من الاجناب وتبقى نازله من النص تمام وعلشان انزل بالحشوه بتاعتي في النص. بعد ما ظبطت كل قطع البيتزا او الفطاير من البيتزا معايا بالشكل ده وعملت لها كده خرم في النص علشان تفضل الاجناب هي المرتفعه هبدا انزل بصوص البيتزا اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن معلقه من الكاتشب على معلقه من صلصه الطماطم او دبس الطماطم او مربى الطماطم مع رشه كده من السكر والملح ومجموعه توابل ومعايا كمان رشه من الزعتر وهنزل بيها في نص البيتزايه بتاعتي او الميني بيتزا او الميني فطاير اللي معايا. وانا بنزل بضغط في النص كده علشان ما ترتفعش معايا اثناء الخبز بالطريقه دي. طبعا عندي بقى كوكتيل من الخضار انا مجهزاه علشان تبقى هي الحشوه بتاعتي معايا قطعه من الفلفل الرومي اخضر واحمر ومعايا كمان الطماطم اللحم الطماطم بستغنى عن البذر وعن قلب الطماطم الطري باخد اللحم بس وببدا ان انا اقطعها قطع رفيعه وبنزل كمان بشرايح من الزيتون وقطع من الموتزاريلا وفي النهاية بعمل توبنج لطيف جدا للميني بيتزا بتاعتي. ونزلت بالموتزاريلا على الميني بيتزا بتاعتي وكمان حتى انزل بالفلفل سواء كان احمر او اخضر وبنزل كمان بالزيتون قطع الزيتون بتاعتي بالطريقة دي يبقى معايا اجمل تشكيل ميني بيتزا او فطاير الميني بيتزا. بحاول ان انا انزل بالموتزاريلا الاول او الشيدر علشان كل قطع الخضار اللي معايا تبدا ان هي تتماسك وما تقعش من على وش الميني بيتزا بتاعتي. بعد ما جهزت الطبق وحطيته على وش الميني بيتزا بتاعتي هبدا اخد صفار بيض مع معلقه صغيره من الحليب ومعلقه صغيره من الخل ببدا انزل بالشكل ده على الحواف بتاعه الميني بيتزا وكمان بديلها رشه لطيفه جدا من السمسم. وفي الوقت ده انا مسخنه الفرن بتاعي على درجه حراره هبدا بقى ان انا اخبز على قاعده الفرن او على اول رف في الفرن علشان يديني الخبز المظبوط للبيتزا لان البيتزا احنا عارفين هي نوع من انواع المعجنات اللي هي المفروض ان تاخد خبز على اعلى درجه حراره. وكوبايتين وربع من الدقيق بقت معايا الكميه دي من الميني بيتزا فطاير الميني بيتزا زي الفل ما شاء الله معايا 15 واحده في الصينيه دي ومعايا كمان 4 وحدات في الصينيه دي زي الفل. هبدا ان انا اخبز زي ما قلت لحضراتكم على درجه حراره ولو الفرن بتاعي بيشتغل الشوايه بتشتغل مع قاعده الفرن بحتشغلي الاثنين مع بعض لو ما بتشتغلش مع قاعده الفرن بعد ما تستوي من تحت ببدا ان انا ارفعها لفوق افتح عليها الشوايه او اخليها في حدود 5 دقائق في الرف الاعلى علشان تاخد نفس التحميصه اللي خدتها من تحت تاخدها من فوق بس اهم حاجه ما اطولش عليها التسويه علشان ما تنشفش معايا. بعد الخبز هنشوف الشكل النهائي للميني بيتزا بتاعتنا. بقى معايا اجمل فطاير ميني بيتزا تحفه وجميله جدا هشه وقطنيه ما شاء الله زي الفل. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله.